في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة والتي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، تواصل أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها، وعلى مدار شهر نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 28,047 قضية تموينية متنوعة، وتم غلق 26,774 محلاً مخالفاً لقرار مواعيد الغلق، إضافة إلى ضبط 7,737 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت 53,256 أرجيلة، كما تم ضبط عدد 352,664 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 43,703 قضية تموينية متنوعة، من بينها 650 قضية بيع اسطوانات غاز في السوق السوداء، وضبط 61 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1,538,404 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 407 قضية بيع السلع التموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات بلغت حوالي 126 طن، وضبط 72 قضية استيلاء على أموال الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 19 طن سلع مدعمة متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 717,047 مخالفة مرورية متنوعة، وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 20,264 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 1076 سائقا منهم، كما تم المرور على 458 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 1585 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية 30 سائقا منهم، كما تم فحص 1833 حافلة مدارس تبين مخالفة 315 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 279,447 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 206,179,244 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 905 قضية، من بينها 725 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت 385 وحدة فنية، كما تم ضبط 180 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 542,500 كتاب دراسي ومطبوعات تجارية بدون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، تمكنت أجهزة الوزارة خلال شهر من ضبط 39 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 213,010,302 جنيها،
وفي مجال التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 4844 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 5,389,396,000 جنيه. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 9,024,733 جنيه.